بس مو كأنه صريح زيادة، يعني لما منطلع عليه فعلاً منشوف قدامنا رجال ندمان على غلطته. يعني الأسماء المعروفة رح تطلع مرة تانية، رح يعدموه بدون محاكمة؟ ليش يعدموه بلا محاكمة؟ يعني نحنا أكيد ضد كل أنواع العنف، نحنا مو محكمة ولا طلعنا اليوم لنحكي عن القضية، عم نحكي عن حياته الخاصة وعن ندمه على غلطه. مو هيك؟ الزلمة كان عم يتقتق، عم يتقتق، شو بده يصير فيه أكتر من هيك يعني؟ خلصنا بقى، شو هالسخافة؟ شو هاد لهالدرجة سهل الواحد يضحك على العالم؟ الملاك لبس قميصه الأبيض أكيد رح يصدقوه. خلصت القصة، لا بيحكوا على العمليات اللي عملتها بنتي ولا بيجيبوا سيرة عظامها اللي تكسرت، بس عم بيحكوا عن الاعتراف في الذنب لهالواطي. بتعرفي شو أكتر شي بيوجع؟ إنه لهلأ قدران يكسر قلب بنتي هالواطي. لا، والعالم عم تصدقه. شو هالشال؟ ما شاء الله كتير متحسنة، الدكتورة كتير مبسوطة منها هالمرة، عن إذنكم. هذا شاله لهالحقير. أنا شلون هيك ما بشقه قدامه 100,000 شقفة؟ وكيف قدرت أسكت وكيف إجيت لهون بلا ما أحكي ولا حرف واحد؟ هي خبت الشال بقلب المخدة، أنا شفته، هو كان لابسه لما أجا، أنا متأكدة. على شو لسه ناوي؟ إلا عم تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، المأساة اللي عاشتها ممكن تاخد لثلاث نقط. الإصابات الجسدية طابت، بس نحنا ما منعرف شو في جواتها ولا بقلبها. ما في شي بالنسبة لإلا عم تشوفه مثل ما عم نشوفه نحنا. مع الأسف ممكن تعمل شغلات تخوفك وتفكري إنه هي عم تغلط، بس هي مانا بوعيها. ألو، إيلا هي أنتي؟ إيلا بعرف إنه هي أنتي، اشتريت هذا الرقم بس مشانك أنتي. فكرتك ما رح تشوفي الشال ولا رح تتصلي فيني. طيب خلاص لا تقولي شي، بس لو سمحتي اسمعيني شوي. بعرف إنك شفتي المؤتمر الصحفي اللي عملته، أنا آسف، كنت مجبور أقول كل شي سمعتي. ما كان عندي خيار تاني. بعرف منيح أنه رجعت قهرتك، بس أنا آسف. تعرضت للضرب ونفدت من الموت بمعجزة، وقت فتحت عيونها لقت حالها بنص المحكمة، وهنيك شككوا بيلي مرقت فيه وحكموا على صراحتها وشخصيتها وأخلاقها، وتحول اسمها لهاشتاج الكل حافظه. الناس بالأول شفقوا عليها، بعدين ما صدقوها، تهموها وهاجموها، وفجأة تحولت كل تفاصيل حياتها لنقاش بلد بين ناس ما بتعرفهم.
هيك نوع من العنف صعب إنه يتحمله إنسان راشد وكبير وصاحب تجربة، وبنتك يلي عمرها بس 19 سنة عاشت كل هاد بنفس اللحظة. نحن ببداية طريق صعب وطويل بهار خانم، وصعب كتير على أي أم إن تشوف بنتها بهالحالة يلي بتحرق، بس بنتك بعد هالوقعة رح ترجع توقف على رجليها، وأنت ما بتقدري تدليها على الطريق، بكفي إنك تضلي ماشية جنبها.